هروح لي الحدث اللي هو اللي ان انا بستغربه بقى، يعني اسهل ركله جزاء صحيح. في العالم تحتسب في التحكيم. ايوه انا بتكلم بالقانون صح. مش بقول اي حاجه، انا بتكلم بالقانون. اسهل ركله جزاء يا كابتن ايمن تتحسب. انا قلت كده بين الشوطين وجهه نظري. ليه؟ رجله سبقت قبل الكره. هو الحارس استحوذ على الكره؟ لا. خد الكره؟ لا لا، ده ارتكب المخالفه. مظبوط. خلي بالك هذه المخالفه عندما ترتكب بصرف النظر عن الكره موجوده فين داخل الصندوق؟ ايوه ركله جزاء. صح، ركله جزاء. ده حسبها عكسي. شوف بقى يا كابتن، انا بتكلم في تمركز. لان ما مش له دور في الكلام ده يا كابتن. مره ثانيه هسقف لك. انا لسه هقول هسقف لك. هقول لك ليه له دور كابتن علاء. احنا قلنا المسافه ما بين تمركز الحكم هنا للحدث هنا تقريبا عندنا 21 متر. الرجل ما تشافش قوي، وخصوصا انها في الظهر. في الظهر، يبقى هنا ياتي دور مين؟ اللاينزمان زي ما كابتن احمد بلال قال. لا، الحكم المساعد رقم واحد صح. ليه دور كبير جدا. اين دور الحكم المساعد في هذه المخالفه كابتن الواضحه؟ احنا قلنا هنا سنه كمان هو لم يعني يستحوذ او يمسك الكره. هنا لاسترزاق الحذاء تمت قبل ان يستحوذ على الكره او يمسك الكره. رجله سابقه. رجلي سابقه سابقه. عارف انا ممكن يعني همشي معاه 50 50 امتى؟ لو انت خدت الكره ايوه وانت نازل من فوق حصل انك انت التحام او رجليك راحت ممكن يستمر اللعب. ولكن هنا طبقا للقانون، طبقا للقانون عندما انت ترتكب هذه المخالفه بالاسترزاق وانت لم تستحوذ على الكره، لا يعني اسهل ركله جزاء للاسف الشديد هو لم يحتسبها. قلت كابتن احمد بيقول اين دور الحكم المساعد؟ النهارده مفيش فار، وتحدي كبير ليك يا حكم. يعني النهارده عدم وجود الفار يا كابتن ايمن تحدي للحكم. فين شخصيتك؟ صحيح. فين قراراتك؟ فين تمركزك؟ فين توقعك؟ فين قراءتك؟ هنا اوضح الصوره دي. تمام، الصوره اوضح هنا. هنا هنا لمس من قبل ما يمسك الكوره. بالظبط يا كابتن. انا بتكلم، انا مش بنجامل، دي حقيقه. هو الاستزاد واضحه جدا في الظهر. خلي بالك كمان هنا في الطاقه، يعني مش عايز اقول لك هنا في بطاقه للتهور، لان دي استرزات وليس ساق وليس ركبه ولا الكلام ده. هنا من اي منطق يا كابتن بيدي عكسي، قرار عكسي؟ استند على ايه الراجل ده كابتن؟ تبان القرار خاطئ من ايه؟ من المسافه اللي ما بين المخالفه والحكم. هو ما عندوش ثقه في القرار، يعني هو خد قرار بالشكل عشان يخرج من اللعبه. عمليه يا كابتن، هو صفر مخالفه على محمد شريف. شريف محمد شريف عمل ايه؟ انا كابتن، انا محمد شريف رايح بظهره، انا برجع بظهري عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان اخد التكف واطلع العب. من حقي ارجع بظهري كابتن ناصر، من حقي اروح. اتفضل. اعتقد ان الحكم في الكره دي مظلوم، اللي يحسبها اللاينز مان، لان هي برضو رجوع محمد شريف والكره مشتركه بين مغطيه على الحكم، مغطى الرؤيه على الحكم. يعني هي صعبه على الحكم برضو. هي يمكن لو في فار طبعا كان هيرجعها عشان يبين ان خبط قبل ما يلمس الكره او اللاينز مان، لكن انا اعتقد الرؤيه كده صعبه على الحكم، لانه شريف راجع بظهره والمسافه قريبه. تمام، هتكلم في نقطتين يا كابتن اسامه، وهرجع تاني لنقطه الحكم المساعد. احنا كطاقم تحكيم بنتكلم قبل المباراه مع بعض، بنساعد بعض فين؟ في هذه الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم. القانون بيقول لك ايه؟ بيقول الحكم المساعد ايه؟ من فضلك الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم وانت شايفها وعندك زاويه رؤيه واضحه يا كابتن شريف، انت لابد انك انت تديها للحكم. هنا كان دور الحكم المساعد. النقطه الثانيه مهمه جدا جدا. انا قلت ايه؟ المسافه كابتن اسامه كبيره كبيره. فين توقعك للعبه؟ يعني قلنا اللاعب المهاجم لما بيروح في مكان يا كابتن احمد بيتوقع، بيروح في المكان بتجي له الكره بيروح يسدد. صحيح. هنا انت كحكم ايضا عندنا القراءه والتمركز وقراءه اللعب. هنا فين تمركزك من اللعبه؟ فين توقعك للحارس؟ فين حسك التحكيمي كحكم كبير وعندك 10 سنين حكم دولي؟ فين انت من هنا لهنا؟ وبعدين بترجع تحسب مخالفه مش موجوده، مش موجوده على محمد شريف في هذه الحاله. بقول تاني، نتيجه النادي الاهلي وانا بكلم كحكم، انقذت هذا الحكم من العقاب، لان لو كانت النتيجه غير كده اعتقد كان هيتحاسب، لان اخطاء فادحه في هذه المباراه. اتفضل يا كابتن شريف. بيعمل حاجه غريبه جدا يا كابتن. يبقى اللاعب معاه الكوره من النادي الاهلي مثلا وواقف جنبه على ثلاثه، ما بيسمحلوش بالباص، الاقيه واقف تمركزه غلط يعني. بيلعب مع سان داونز يعني، فاهم قصدي؟ اثنين على واحد من الاهلي بالزبط. الحكم بالظبط والاصفر بالظبط والليموني ده. ابص الاقي الحكم واقف
ضد محمد شريف، ضد قفشه، ضد واقف، مش عايز ياخد خطوتين بالزبط. يفتح مساحه اللعب للعيب مش مره واحده. الحكم الجيد كابتن، الحكم كابتن شريف، الحكم الجيد، الحكم اللي هو بيتدرب، اللي بيطور من ادائه، لابد ان هو يبعد عن محيط اللعب دايما. انت وانت بتلعب مع تركيزك في الحالات التحكيميه لابد تشوف انت واقف فين بالظبط. هو زي ما انت حضرتك بينسى نفسه، وبالتالي بيخش في حدود اللعب، ممكن يكون عائق للتمرير، ممكن يكون عائق للكره تيجي فيه. وبالتالي زي ما قلت النهارده 10 سنين اكتر من مره بالظبط، 10 سنين انت حكم دولي من غير ما اقول ان هذه الاخطاء كتير، لازم يكون عندك الخبرات كتير جدا. انا بقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ احنا عندنا حكم المباراه اللي جايه ان شاء الله، نتمنى 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 من التحكيم في المباراه القادمه حكم زامبي السكازوي، يعني ربنا يوفقه ونقول ان هو يعني يعدي بشكل جيد، بس احنا بنطلب العداله التحكيميه كابتن علاء في المباراه القادمه. خلي بالك لسه امور مش سهله طبعا، ولكن صحيح. المباراه اللي جايه بنقول يا جماعه التحكيم الافريقي لابد ان هو يكون متواجد، واحنا مش عاوزين اكتر من العداله التحكيميه في المباراه اللي هي القادمه كابتن باذن الله رب العالمين.